السلام عليكم. اليوم بمنطقة كيمل وتحديدا بمنطقة سلات، المنطقة التي ولد فيها الشهيد كريم بن قاسم الذي توفي في شهر نوفمبر في هذا اليوم 29 نوفمبر 1950، يعتبر من بين أوائل الشهداء الذين التحقوا برفيق الأعلى غداة اندلاع الثورة التحريرية. الشهيد كان من الخارجين عن القانون قبل اندلاع الثورة التحريرية، وكان قائد فوج الأول الذي كلف باستهداف السكنة الأولى بمدينة القاهرة. الشهيد أيضا كلف بعدة معارك آخرها التي استشهد فيها والتي استعملت فيها لأول مرة فرنسا الطائرات العسكرية. اليوم بإحياء الذكرى في هذه المنطقة بهذا الحضور الجماهيري من مختلف المناطق والولايات لإحياء الذكرى واستعادة العبر والذكريات. دكتور طارق، ماذا تقول عن كيمل تاريخا وجغرافيا؟ طبعا كيمل الجغرافيا نحن متواجدون على بعض أراضيه، أنت زرت أراضي الجنوبية منه التي على حدود ولاية مسكرة، والآن هذه الحدود الشمالية التي على حدود ولاية خنشلة التي تحاذي مدينة المصارة وبوحمامة. سيدي علي مركز البلدية لا تبعد إلا بحوالي 10 كيلومتر من هنا وأقل، ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى التي على حدود مدينة تكوت وزيرة التواد وغيرها. كيمل التاريخ طبعا نحن في إحدى الذكريات التاريخية اليوم وهي ذكرى كريم بن قاسم، ولكن كثير من الأحداث التاريخية التي وقعت في المعركة يكفي أنها كانت مركز الولاية التاريخية الأولى ومرت عليها أسماء ثورية تاريخية كبرى معروفة. إن شاء الله هناك ذكريات كثيرة، مثلا ذكرى صلاة الحمام التي حضرتها أنت، ذكرى صبايحي، ذكرى كريم بن قاسم، ذكريات كثيرة تدخل في هذه. كيمل عيله وأبطاله ويعتبر خط النار ويعتبر يعني موقع الثورة التحريرية، فكيف تقارن هذا المسألة يعني الجانب التاريخي قياسا بالجانب التنموي ولا الواقع الحالي؟ أنت قلت أنها خط النار، هي بالفعل خط النار، كانت من أولى المناطق التي ثارت على فرنسا واحتضنت الثورة بشهادة مصطفى بن مليح، لكن للأسف أنت ترى واقع التنمية واقع بائس واقع مغيب واقع لا يبشر بحال، رغم أن مجهودات السلطات المحلية والولائية لاستدراك هذا النقص، لأن الطبيعة كما تعلم طبيعة قاسية تحتاج إلى موارد مالية كبرى، ولكن لابد من تضافر الجهود لإنقاذ هذه المنطقة من التهميش.